وللحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك أستاذ رائد. يعني اليوم كان الأبرز اللي هو ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، هل تتوقع المزيد من هذه الارتفاعات؟ طبعا وصل عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات 1.15% في ظل يعني السياسات التحفيزية الغير مسبوقة، لكن سبب الارتفاعات حقيقة هو أولا أنه في عنا نحن خطة التحفيز المالي ستكون هي عبارة عن أموال مستدانة، بالتالي ذلك إلى حد ما أو الاقتراض أو الاستدانة سبب نوع من الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية للفترات الطويلة، وفي نفس الوقت يسبب بشكل غير مباشر ارتفاع عوائد السندات قوة في الدولار الأمريكي. فنحن عندنا برامج تحفيزية ضخمة عم يتم استخدامها تهدف إلى تخفيض قيمة الدولار الأمريكي أو بطريقة غير مباشرة، وعندنا ارتفاع في عوائد السندات، بالتالي ذلك ما يحدث حاليا هو بنتيجة قلق ضمني موجود للفترة المستقبلية على الاقتصاد، ووجود الفجوة ما بين أداء الاقتصاد الأمريكي وما بين أداء الأسواق الأمريكية، يعني ما بين الواقع وما بين وول ستريت يوجد فجوة كبيرة جدا. كلما اتسعت هذه الفجوة سوف نرى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، لأنه في تخلي عن السندات الأمريكية عم بيكون وقلق على مستقبل الاقتصاد الأمريكي خصوصا في الوضع السياسي الحالي، وأيضا يقوض جهود الفيدرالي الأمريكي. بالتالي من المتوقع أن يقدم الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة على كبح السياسات التيسير الضخمة، وبايدن لن يكون حرا في ضخ حزم تحفيزية كبيرة جدا، وإلا سوف يرتفع عوائد السندات بشكل أكبر بكثير ويكون هناك عدم إقبال على هذه السندات. نعم، أيضا كيف تقيم أداء الدولار الأمريكي، وبرأيك كيف سيدعم الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي كيف سيدعم الدولار؟ يعني هل ممكن أن يخفف من سياسته النقدية أو هو سوف يكون مجبر على تخفيف على تشديد السياسة النقدية وتقليل التحفيز إذا ما استمرت عوائد السندات بالارتفاع؟ فبالتالي هو يحتاج إلى أن يكون هناك توازن حقيقي وضمني، وأن لا يكون هناك مبالغ، لأن الأموال عم يتم ضخها عم يتمتصها مباشرة الأسواق الأسهم بارتفاعات وابتعاد عن القيم الحقيقية أكثر ما يكون هناك فائدة فعلية للاقتصاد الأمريكي. يعني لا تترجم هذه التحفيزات، الاقتصاد الأمريكي لا يترجمها ببيانات إيجابية، لا تزال عندي مستويات البطالة مرتفعة، فقدان كبير بالوظائف مثل ما شفنا النون فارم بيرول أو وظائف الغير زراعية تظهر فقدان كبير في الوظائف، بالتالي ذلك سيشكل ضغط على الدولار الأمريكي، لا يزال هناك مجال لانخفاضات الدولار الأمريكي أكثر. نحن يعني أدنى مستويات عند 78 ولكن نحن حاليا عند مستويات 91، فيوجد مجال لبعض الضغط بالاتجاه الهابط على مؤشر الدولار الأمريكي. نعم، أيضا كيف تقيم أسعار الذهب، وبرأيك من أين يستمد الذهب هذا الدعم؟ حقيقة هو كان في عندي يعني تفضيلات للمستثمرين ووجود فرص استثمارية في أسواق الأسهم والرغبة بالمخاطرة واستفادة من هذه الحزمة التحفيزية التي عم تنضخ مباشرة ويتم توظيفها في أسواق الأسهم بارتفاعات يعني غير طبيعية. مع هدوء ارتفاعات أسواق الأسهم عم نشهد عودة سطوع الذهب، على الرغم من أنه لأنه الدولار الأمريكي يعني يرتفع بعض الشيء، ولكن الذهب يرتفع في الوقت الحالي لأنه في عندي عودته كملاذ آمن حقيقي. لما يكون في عندي أسهم عم ترتفع وفي نفس الوقت سياسات تحفيز موجودة وأسعار الفائدة منخفضة، فذلك يفتح المجال لارتفاعات أسعار الذهب. بالتالي من المتوقع أن يستغل الذهب هذا الأمر إذا ما تمكن من اجتياز الـ $1,900 للأونصة، نحن نقترب أكثر نحو الـ $2,000 للأونصة، خصوصا إذا ما كان هناك تقلبات سياسية حادة في الأيام المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أيضا اليوم كان في توقعات من جولدمان ساكس لوصول سعر برنت إلى $65، يعني في حدود الستين، حتى بنك يو بي أس في حدود $63 للبرميل، كيف تقيم أسعار النفط هذه الفترة؟ هناك عاملين رئيسيين يربطان أسعار النفط بالتحديد بالاتجاه الصاعد. أولا أن يكون في عندي النجاح بنشر اللقاح فيروس كورونا بشكل أكبر، وبالتالي انخفاض في أعداد الحالات، بالتالي تفاؤل بالطلب المستقبلي. وثانيا تماسك
بقاء أوبك بلس كداعم أساسي لمنع الخروج المعروضات النفطية عن السيطرة. بالتالي هذا يدعم على الأقل استقرار أسعار النفط WTI فوق مستويات $55 البرميل وصولا إلى $60 للبرميل في الفترة القادمة. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.